في سنة 1961 شنق العسكر في تركيا الرئيس عدنان مندارس لأنه حول الآذان من اللغة التركية إلى اللغة العربية، ورضي الأمريكيون بهذا القرار وأيدوه. وفي سنة 1980 انقلب العسكر مرة أخرى وأعلنوا منع ارتداء الحجاب في الجامعات وأماكن العمل، ورضي الأمريكيون بهذا القرار وأيدوه. وفي سنة سجن العسكر شاب إسلامي يسمى رجب طيب أردوغان لأنه قال كلاما لم يعجب جنرالات تركيا الذين يكرهون الإسلاميين ولا يتسامحون مع كل من يحاول إعادة الأتراك إلى الإسلام. وعندما خرج أردوغان من السجن جعل لنفسه هدفا فأراد أن يصبح رئيسا لوزراء تركيا، ولكنه واجه مشكلة وهي أن الجنرالات لن يسمحوا لإسلامي مثله أن يصل إلى الحكم وسيضعونه في السجن أو يشنقونه مثل ما فعلوا مع مندارس من قبل. لذلك كان على أردوغان أن يلجأ للخداع ليمنع انقلاب الجنرالات عليه. فأول ما فعله قبل أن يصل إلى الحكم أنه توجه إلى أمريكا والتقى الرئيس جورج بوش ووعد الأمريكيين أنه سيكون خادمهم ومنفذ المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط. فأردوغان أدرك بأنه إذا أرضى الأمريكيين وساعدهم على نشر أفكارهم فإن جنرالات تركيا لن يتجرؤوا على الانقلاب عليه كما كانوا يفعلون مع الرؤساء السابقين. Yani Diyarbakır istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. وعندما فاز أردوغان بالانتخابات وأصبح رئيسا لوزراء تركيا طلبت منهم النساء المحجبات ومن بينهن ابنته سومية أن يسمح لهن بارتداء الحجاب في الجامعات، فرد عليهن أردوغان بالرفض وبعث بابنته للدراسة في أمريكا وخاض ضم 40,000 محجبة تركية سافرن لمواصلة دراستهن خارج تركيا. وأسعد هذا القرار الأمريكيين وأدهش العسكر الذين لم يجدوا سببا مقنعا للانقلاب عليه. ثم حالف أردوغان اليهود وصدقه، ففرح اليهود بصداقة هذا الإسلامي فأكرموه وألبسوه الأوسمة. وزارهم أردوغان في القدس ولتقى المجرم أرييل شارون ووضع إكليل الورد أمام قبر مؤسس إسرائيل تيودور هيرتزل. ברוך הבא לירושלים, בירת העם היהודי, ובירת ישראל. וכאן ארדוגן יהדף מן הזה התחלופת וזיארת אלא מנע לעסקר מן האנקילאב עליה, לאן ג'נרלת טורקיה לא ינקליבון על מן יחדם המסלח האמריקיה והישראליה. פאמן ארדוגן נפסהו מן האנקילאב, לכנה מן ג'הת אוכל ג'על נפסהו לעדו לאול אסלאמיין אלדין אתהמוה בלעמל לאמריקה ותרויג לאפקר לעלמניה. وقد وصفه نجم الدين أربكان أحد أشهر الإسلاميين في تركيا بخادم الصهيونية. Önce bir defa gitti Bush'u ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Büyük İsrail Projesi eş başkanlığı. أردوغان الذي جعل من نفسه صديقا للصهيونية كان يخطط منذ البداية إلى خداعهم، فاستغل بذكاء سنوات تحالفه مع أمريكا وإسرائيل ليسيطر على المجتمع والجيش. فسيطر ببطء على الاقتصاد، الإعلام، الجامعات، الشرطة، الاستخبارات. وعندما قلص من نفوذ الجيش وأصبح أكثر قوة اتهم ضباطا وجنرالات بالإرهاب والتخطيط للانقلاب عليه فوضعهم في السجن. وعندما أمن أردوغان نفسه من انقلابات العسكر عليه ظهر وجهه الحقيقي، فانقلب على اليهود بعد أن كان صديقهم الوحيد في الشرق الأوسط وأصبح يخطب خطابات معادية لهم. وكانت أول مواجهة معهم حين فاجأهم في مؤتمر دافوس واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز بأنه قاتل أطفال غزة الفلسطينية. Well, you know, one minute. Okay. سيد بيريز، benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. مواقف أردوغان المشرفة أكسبته شعبية وقوة كبيرة. وزاد نفوذه في الجيش التركي وأصبح يغير القوانين من دون أن يخشى الانقلاب عليه. فبعد أن كان قد رفض سابقا السماح للنساء المحجبات بارتداء الحجاب في الجامعات، غير أردوغان رأيه وأعلن في سنة 2000 أنه سيسمح للنساء بارتداء الحجاب في أماكن العمل لأول مرة منذ سنة 1980. وفي سنة 2013 اتخذ أردوغان قرارا خطيرا فألغى عقيدة الجيش التركي التي تقول بالدفاع عن العلمانية في تركيا، فتخوف الأمريكيون من أن تركيا أردوغان بدأت تتجه نحو الأسلام، فتآمروا مع فتح الله غولن للإطاحة بأردوغان. وغولن هو داعية تركي لديه أتباع في جميع المؤسسات التركية ومن بينها الجيش.
فأمر جولن الجنرالات التابعين له بالانقلاب على أردوغان، ودخلت الدبابات الشوارع التركية وحلقت الطائرات فوق المدن السكانية. وظن الأمريكيون أن الانقلاب سينجح مثلما نجح في مصر، لكن أردوغان أفشل الانقلاب حين دعا شعبه إلى الخروج لإيقاف الانقلابيين، فأصبح أول رئيس يفشل انقلابا في تاريخ تركيا. وبعد أن أفشل أردوغان الانقلاب، استغل الفرصة وطهر الجيش من جميع أعدائه، ووضع أصدقائه مكانهم، وصاغ قوانين جديدة مكنته من السيطرة على الجيش بحيث لم يتمكن أي عسكري من الانقلاب عليه مجددا، فأصبح أردوغان سلطانا حقيقيا على تركيا. وفي الغرب بدأ القلق ينتاب الأوروبيين والأمريكيين من سيطرة أردوغان المطلقة على الجيش التركي، فبدأوا يتخوفون من أن يقوم بأسلمة الدولة التركية، رغم أن أردوغان طمأنهم في الكثير من المرات بأنه علماني ويسعى لخدمة المصالح التركية فقط، ولا يسعى لا لإقامة دولة الخلافة ولا إلى تطبيق الشريعة، ولكن يبقى كل شيء ممكن في المستقبل، خصوصا وأن أردوغان كان قبل 20 سنة من الآن لا يرى حكما غير حكم الله في الأرض. Hem yani kendi Müslüman olunmaz, ya Müslüman olacaksın ya layık. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması. Durum böyle olunca ben Müslümanım diyenin etrafı yanına gelip bir de aynı zamanda da layıkım demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müslüman...